الحقيقه يعني ماتشات متواليه ومكثفه خاضها النادي الاهلي في الفتره الاخيره، سواء على الصعيد المحلي او حتى على الصعيد القاري. يعني مؤخرا الاهلي تعادل مع بيراميدز ثم فاز بنتيجه كبيره على سموحه، وبعدها مباراه الاهلي مع المقاولين العرب اللي انتهت بهدفين دون رد. والنهارده ان شاء الله طبعا كلنا بنتمنى ان يتحقق الفوز مره ثانيه على مصر المقاصه، اكيد كل الكلام ده قبل الاستعداد للنهائي الافريقي امام كايزر تشيفز. منورنا اسم كبير جدا 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 في تاريخ النادي الاهلي، وكل محبي وعشاق هذا الكيان المحترم عارفين كويس جدا الى اي درجه يعني صاحب هذا الاسم بيحمل قيمه وقامه، كابتن فوزي سكوتي نجم النادي الاهلي السابق، وهنتكلم معاه طبعا عن تحديات النادي الاهلي في الفتره المقبله. صباح الفل على حضرتك. يا صباح الفل. صباح الفل يا استاذ. اهلا بيك. بونجور يا فندم. بونجور. نورنا. بونجورنا. اكيد. منورنا اكيد. و خلينا نبدا بملف انت اللي منورين انت ربنا يخليك هواند استاذ كريم يعني بجد تصحى بدري بقى طبعا تتابعنا والله أكيد. انا متعود اصحى بدري بس انا بس لو ما بتابعكوش لا لا بنتابع بصراحه وبرنامج جميل جدا الله يخليك وخلي بالك جماهير النادي الاهلي كتير جدا لا ما جماهير النادي الاهلي على مستوى الجمهوريه بجد بامانه بيقوموا الصبح في ناس بتقوم الصبح تفتح قناه الاهلي فبتتابع تدريبات الاهلي انتوا يعني مثلا النهارده انا فتحت القناه قبل ما اجي لكم فلقيتوا انتوا جاي تدريبات الاهلي فبقول لك الناس بتتابع طبعا طبعا لا بجد اي حاجه عن قناه النادي الاهلي ويا رب عقبال الماتشات كمان يا رب باذن الله وخلينا نبدا بالماتش النهارده ان شاء الله وبنتكلم فيه اكيد برضو مباراه قويه البعض برضو خليني انقل الصوره يقول لك مباراه مهمه بس مصر المقاصه مش المباراه اللي تخوف او مش الفريق اللي يخوف يعني تقابلنا 20 مره دي مواجهه 21 الاهلي فاز يعني بثلاث ارباع المباريات في المواجهات السابقه ولكن برضو يظل في اهميه لهذا الماتش وهذه المباراه فخلينا ناخد كده برضو رؤيه سريعه من حضرتك على النهارده ان عندنا برضه ملفات تانية كتير. بص هو النادي الاهلي يعني عشان نادي بطولات فهو بالنسبه له لما بيلعب اي ماتش كل الماتشات متساويه عنده بيلعب المقاصه بيلعب البيراميدز بيعامل المقاولين بيلعب الزمالك عنده كل ماتشات الدوري بالنسبه له عشان هو بيلعب على بطوله فالنادي الاهلي نادي كبير مش نادي صغير لكن بيعمل لكل ماتش حساب فدي ميزه النادي اللي هي بتبقى عايزه تحرز بطوله ما عندوش يعني هو دلوقتي عنده مصر المقاصه بعديه عنده ماتش بطوله بالظبط بعدها بطوله مهمه يوم يعني طبعا البطوله 10 ان شاء الله وان شاء الله نبارك للنادي الاهلي بس هو ما بيفكرش دلوقتي في الماتش لا هو بيفكر في بيراميدز دلوقتي كل اللعيبه ودي الميزه اللي في النادي الاهلي الصراحه اي مدير فني مستر موسيماني يعني بيركز مع كل ماتش بماتش وبعدين واخد بالك يا استاذ كريم النادي الاهلي بيلعب كل 48 ساعه صح تقريبا صحيح انت لو جيت البرنامج كل يوم بتلاقي نفسك عايز تحضر وعايز طبعا. تعمل وانت بتبقى ريلاكس وقاعد وفي التكييف وبتاع فتخيل اللعيبه اللي بتلعب في الجو اللي احنا فيه ده صحيح والجو الحر وبيبذل مجهود وبيلعب زي ما بقول لك عشان نادي بطوله يا هواند فهو لازم بيركز كويس جدا واللعيب يبقى الفورمه بتاعته يعني انت جاي النهارده الصبح يا استاذ كريم ممكن تلاقي نفسك مش فايق شويه لا بتحصل طبعا ومش مركز شويه في يوم تلاقي نفسك ناشط وفايق ولعيب الكوره كده فمتخيل انت كل 48 ساعه بيلعب ماتشات بيلعب على الفوز يعني احنا شفنا ماتش المقاولين الفرق اللي بتلعبها المقاولين كابتن عماد النحاس يعني ربنا يعني معروفه ان لازم المقاولين هيدافع قدام النادي الاهلي عشان هو شاف ماتش سموحه ماتش سموحه من اول ما نزلوا بيلعبوا بيضغطوا على النادي الاهلي النادي الاهلي ضغط عليهم واحرز الاهداف بسرعه وده المطلوب منه فالماتش بالنسبه له بقى مستريح فيه طبعا. الماتش اللي بعديه فوجئ ان المقاولين تكتل دفاعي جامد جدا فبرضه لغايه لما ربنا يعني اكرمنا وجبنا الهدفين في اخر الشوط الثاني 77 في اخر الشوط الثاني يعني برضه هي الفرقه دي كل ما بتتاخري في احراز الهدف فيها الفرقه دي خلي بالك بتبقى نفسها موجود وعندها الحميه وبتاع اول ما بتحرز فيها الهدف الاول او الثاني يبتدوا بقى يلعبوا اللعب الملعب مفتوح كله بقى خلاص انت خسرت طب هو ماتش النهارده بصفه خاصه بتيجي اهميته من كون واحد من المباريات اللي بياخدها النادي الاهلي في الدوري الممتاز في رحله الحفاظ على اللقب ولا لمجرد ان ده الماتش المحلي الاخير قبل لقاء كايزر تشيفز وهيبقى له اكيد انعكاسات على الحاله النفسيه عند اللعيب شوف هو لما الاهلي لعب مع بيراميدز وتعادل فادوا في ماتش سموحه ان اللعيبه حست ان الماتش اللي كانش المفروض يتعادل مع بيراميدز مش ده المستوى المتوقع فنزلوا الماتش بتاع سموحه اللعيبه بقت تغل ده الميزه اللي في النادي الاهلي انه كل ماتش بيلعبه هو دلوقتي سابه كايزر ده خالص دلوقتي وبيلعب على
مصر مقصة. ليه؟ عنده الماتشات المؤجلة دي عايز يحرز النقط بتاعتها والنقط بتاعتها عشان بيدخل على بطولة الدوري. فهو بص بيلعب بطولة الدوري، هيلعب بطولة أفريقيا، هيلعب بعد كاس مصر، هيكمل الدوري. فهو بيفكر مستر موسيماني طبعا ان الفرقه بتاعته عنده مجموعه لعيبه، في اصابات بتحصل، في حاجات، في لعيبه بتلعب مكان لعيب، فهو بيفكر في كل الكلام ده وبيجهز لعيبته نفسيا وبدنيا وكل حاجه. بس هو المشكله ان كل 48 ساعه فعلا ده لو مضاد حيوي بيشتغل بالشكل ده. ايامنا كنا بنلعب كل يوم جمعه، انت متخيل تلعب طبعًا الجمعه طبعًا. طيب في مساحه اريحيه، تريح السبت وبعدين بقى تتمرن طول الاسبوع. صحيح. وبعد تحضر الماتش. دلوقتي بيلعبوا كل 48 ساعه وبعدين بيلعب يعني بطولات كتير، بتلعب افريقيا وبتلعب طبعًا في دوري وبتلعب في بطوله عربيه وبتلعب طبعًا. بتلاقي نفسك داخل اللعيبه عايز نفسيا عشان تجهزه برضو بعد مكسب، بعد ماتش بذل مجهود جامد جدا. وده بيظهر دور موسيماني او المدير الفني هنا بقى طبعًا. ومدى احترافيته بصراحه ده كان على ارض الواقع ظاهر جدا. وبصراحه بصي يعني الجهاز الفني كله وسيد عبد الحفيظ وطبعا كابتن محمود الخطيب متواجد، دي ميزه تواجده اللي بيفرق بشكل كبير بجد جدا يعني طبعا. امانه يعني ان الرئيس النادي بيبقى متواجد، مجلس الاداره بيبقى متواجدين، بيسافر معاهم، هيسافر معاهم الماتش النهائي. ده بتدي دافع برضو اللعيبه، بيوريك ان المسؤوليه، عارف يا استاذ كريم، مسؤوليه ان بيحسسك رئيس النادي موجود طبعا باسم زي كابتن الخطيب طبعا، بيحسسك ان احنا مش رايحين نهرج، احنا رايحين هنسعد جماهير النادي الاهلي وجماهير مصر انك انت هتلعب في بطوله قويه، هتلعب في ماتش دوري، الناس كلها قاعده بتتفرج. احنا عندنا خلي بالك مع الظروف اللي احنا فيها في البلد والحاجات دي يعني المستنشق بتاع الناس ماتشات الكوره. طبعا قلناها قبل كده انا وكريم بصراحه صحيح. كتير 2020 كانت سنه صعبه على الكل وفيها كآبه. اللي كان بيسعدنا كان الاهلي ده كان المصدر الوحيد. الكورونا مأثره كانت على الناس ولغايه دلوقتي. فهو يعني الناس بتستنشق الهواء بتاع تلعب، بتقعد تستمتع بالماتشات طبعا. فانت بتشجع الاهلي، ده بيشجع الزمالك، ده بيشجع الاسماعيلي، كل واحد ليه انتمائه. فتخيل انا مثلا امبارح ماتش بتاع الارجنتين والبرازيل الساعه 2 بالليل، وبعدين عايز اصحى بدري عشان اجي لكم، فاضطريت انام يعني على متاخر شويه، وبعدين قمت رحت اتفرجت وصلينا الفجر وكملت، وبعدين دخلت ريحت شويه وبعدين جيت. فمتعه انك انت تتفرج على طبعًا الماتشات دي طبعًا. غير الماتشات عندك النهارده الاهلي، عندك بقى من الساعه 7 كمل لا وعندك بالليل بقى كمان الساعه 9 القرار اللي عملوه. انا قلت ايه، الاهلي هيلعب الساعه 5، حرام الجو ده الساعة 5. الحمد لله كويس انه اجلوه لغايه الساعة 7. يعني يمكن كمان لو ما فيش نهائي اليورو النهارده كان احتمال كان عملوه كان 9 يبقى احسن برضه. احنا بنبقى قاعدين لا بس التكليف. حلو 7 عشان نلحق نتابع الماتشين، عشان نتفرج على الماتش الثاني الصراحه، والماتش الثاني قوي جدا يعني طبعًا. الواحد بيستمتع بالماتشات دي، وبرضه لازم بتشجع فرقتك وتشجع النادي الاهلي، والناس بتستمتع وتشوف اداء اللعيبه بس الناس بتبقى ايه يعني احنا عشان لعيبه وحاسين، ببقى حاسس باللعيب. انت بتبقى قاعد في التكييف او قاعد بتشرب شاي او قاعد كده واخد بالك مرتاح، وده بيجري في عز الجو ده وبيبذل مجهود. هو صحيح دي يعني هو لعيب كوره ومتعود على كده. احنا ايامنا كنا بنلعب الساعه 2:30 تفتكر يا استاذ كريم، احنا ما كانش فيه بالليل ولا فيه بقى كل كان الجو مختلف برضه، في كان اختلاف شويه يعني. والله تغير المناخ يا كابتن كانت الدنيا مقدور عليها، كم العربيات والعوادم والحاجات دي خلت المناخ عندنا برضه يتغير. يعني انا بقول لهم الايه، الكره الارضيه لفت بينا، رحنا تبع الدول العربيه بقينا والله بقينا اقرب للخليج. يعني الرطوبه عاليه جدا، الشمس جامده جدا، والساعه كام ده، الساعه 7 الصبح تلاقي الشمس تطلع، حاسس بالحراره. فلعيب الكره كده صحيح. طيب انا عايز اروح مع حضرتك حربت ما بين شويه المحلي، الدوري المحلي عندنا، وفي نفس الوقت برضو اليورو، لان الوضع اللي احنا شايفينه في الموسم الحالي مختلف شويه. يعني حتى اليورو مختلف، فرق كانت مفروض الناس كانت متوقعه ان هي هتوصل للنهائي ما وصلتش، فرق تانية ما كانتش على هذا المستوى لكن ابدعت زي ايطاليا مثلا. تمام. على الصعيد الثاني برضو الدوري المحلي برضو شكله يعني مش اللي هو انت داخل عارف مين اللي هيفوز بيه على طول. في مؤجلات طبعا للاهلي، وان شاء الله النقاط يعني تبقى متصدره من ناحيه الاهلي، بس برضو الدنيا مش متوقعه قوي. فخلينا نفهم ايه اللي بيحصل. لا هو الفرق بين الدوري المصري والدوري الاوروبي، لان الاوروبي ده مدارس. يعني انت بتتفرجي على ايطاليا، بتتفرجي على انجلترا، بتتفرجي على الكوره المختلفه طبعا في جميع المدارس.
فبتستمتعي بكل مدرسه. بس في حاجه غريبه جدا حصلت في كاس العالم اللي فات، معظم الفرق اللي فيها النجوم الكبيره رونالدو وميسي محمد صلاح بالظبط طلعوا بالظبط يعني فمش مفهوم. لا ده المفهوم ايه؟ ان الكره بتتغير، الكره جماعيه، كره لياقه بدنيه عاليه. يعني الفرق اللي فازت فعلا بكاس العالم واللي هتفوز كمان النهارده بين انجلترا وايطاليا، ايطاليا عندها القوه الدفاعيه، الحماس بتاعهم اللي هو الايطالي اللي هو بيدخل على الكره جامد جدا. الكره الايطاليه رجعت، يعني ده اللي نقدر نقوله بقى لها سنوات غايبه بصراحه. اللعب الحلو اللي احنا ايطاليا نعرفه، ايطاليا كان زمان كان نجوم كلهم. وانا ما دي النقطه يمكن عشان كده حتى انا عمال اهز راسي في الجزئيه دي من سؤال نهاوند، ان فعلا انا شخصيا بكلم حضرتك عن رؤيتي، انا حاسس ان كل المنتخبات اللي في اوروبا مش بنفس قوتها زمان. تمام. يعني مش هقول لك مثلا قبل كده، هقول لك مش بنفس قوتها في الثمانينيات واوائل التسعينيات مثلا، لما كانت انجلترا وايطاليا. عموما خلينا حتى ممكن نرجع على النقطه دي. لا بس قبل ما حضرتك بس ايه سريعا هنطلع فاصل ونرجع حتى نكمل كلامنا في النقطه. اتفضل بعد اذن حضرتك. اتفضل يا فندم. رحب بيكم مره ثانيه، وخلينا دلوقتي نروح كده لايف فيوز سريعه مع مراسلنا العزيز جدا شريف شعبان. هو موجود في مقر فندق الاقامه وكواليس بقى فريق الاهلي لمواجهه مصر المقصه النهارده. عايزين نطمن على الفريق، الوضع عامل ازاي، اخر تمرين امتى، هياكلوا ايه، هيشربوا ايه، المحاضره امتى. شريف صباح الخير عليك في البدايه، طبعا صباح عليك انا وكريم وكابتن سكوتي، وخلينا كده ننقل لجمهور الاهلي صوره حيه من عندك على اللي بيحصل والكواليس. اتفضل يا شريف. طبعا صباح الخير نهوان، صباح الخير كريم، صباح الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، صباح الخير لنجم مصر الكابتن الكبير الكابتن فوزي سكوتي من محافظه السويس ومن خلف فندق الاقامه اللي بيقطن فيه طبعا فريق النادي الاهلي. خليني الاول ابدا لكم بدرجه الحراره، درجه الحراره 31، الرطوبه حوالي 51، الرطوبه عاليه جدا في محافظه السويس، جو يمكن ما فيش هواء خالص فيه، لكن باذن الله بنامل على الساعه 7 كده يكون الجو كويس ويكون الاجواء كويسه باذن الله في مباراه الاهلي والمقاصه المقصة والأهلي، وبإذن الله النهاردة يكون التوفيق مع النادي الأهلي ونفوز ونضيف ثلاث نقاط وداد. خلينا هوند وكريم اقول لكم يعني اللي انا شفته في طريق السويس الصحراوي، حاجه مفخره لمصر، يمكن تحيا مصر بجد. يعني طريق السويس الصحراوي حدث ولا حرج من اول الكارته في القاهره لحد محافظه السويس، طريق ولا اروع ولا اجمل، حوالي 7-8 حارات، حاجه عالميه بجد. يمكن الطريق ما حسناش بيه خالص، مفخره لمصر، تطوير الطريق، كل الطرق في مصر بتشهد طفره كبيره جدا في الفتره الاخيره، فحبيت اشيد بالطريق من القاهره الى محافظه السويس. محافظة السويس يمكن حتى مدخل كمان يختلف خالص تنظيميا ومروريا ويعني وتطوير جدا في محافظة السويس. بقالي كام سنة ما جيتش السويس، لا الدنيا مختلفة خالص، فبجد يمكن بدعو الناس كلها اللي حابب يجي السويس هيلاقي اختلاف كبير جدا في محافظة السويس. خليني بقى اطمنكم على النادي الاهلي، النهارده الاهلي كان فطاره في 10 صباحا، يمكن الغداء هيكون في 1:15 ظهرا، يمكن المحاضرة هتكون في الساعة 4 عصرا، هيتكلم فيها مستر بيتسو موسيماني عن التشكيل اللي هيلعب في مباراة المقصة، يمكن الساعة 4:30 هيكون السناكس الوجبة الخفيفة، والساعة 5 بإذن الله التحرك إلى الاستاد، يمكن الاستاد حوالي 25 دقيقة من فندق الإقامة إلى الاستاد. امبارح الأهلي اتمرن تمرينته الرئيسية الساعة 5 عصرا، يمكن مستر بيتسو موسيماني جرب أكثر من لاعب في أكثر من مركز علشان خاطر هيستقر بإذن الله النهاردة على التشكيل اللي هيبدأ به المباراة اللي هتكون في 7 مساء بدل الساعة 5، يا رب بإذن الله. أو حسن فعل اتحاد الكوره في تاجيل المباراه ساعتين، لان فعلا الجو حر فعلا وما كانش ينفع خالص المباراه تتلعب الساعه 5، فيا رب باذن الله الساعه 7 يكون الجو فك شويه ويكون تكون الاجواء كلها تساعد الفريقين على اداء مباراه ولا اروع ولا اجمل. وباذن الله باذن الله باذن الله يكون الفوز النهارده من نصيب النادي الاهلي. معاك نهاوند، معاك كريم لو في اي استفسار. لا تغطيه اكثر من رائعه حقيقي يا شريف، وفي نفس الوقت برضو انا عجبني جدا ان انت اتكلمت عن محافظه السويس، هذه المحافظه اللي فعلا حتى التطوير باين عليها بشكل كبير جدا. انا كان ليا اكثر من مره ان انا رحت السويس يعني، وكل زياره فعلا بيكون فارق جدا هناك على الارض، البنى والتطوير اللي بيحصل من المحافظات على فكره جميله جدا يعني. كل حاجه بنشكرك جدا جدا يا شريف، شكرا ليك والتوفيق ان شاء الله للفريق وللعيبه. عوده بقى لضيفنا العزيز كابتن فوزي سكوتي، احنا يعني ايه ما تيجي بقى ننتقل على كايرو، على كايرو على كايزر تشيفز، عايز اقول السويس والقاهره على كايزر تشيفز وهذه المباراه المرتقبه. حضرتك شايف مين الاقرب لحسم اللقب؟ لا ان شاء الله الاهلي، يعني مش عايزين يعني نسابق الماتش، احنا نخلص بس من المقصه وبعد كده ان شاء الله ربنا يوفقنا في ماتش كايزر ده. ف
هو لما اتفرجنا عليهم شفناهم في الماتشات اللي فاتت الخطوط العريضة بتاعتهم هما ما بيضغطش ما بيهجمش عليك هو بيقفل كويس بيعتمد على الكرة العرضية بيعتمد على الفاولات خارج منطقة الجزاء على اساس بيلعبوا بالهيدرز كويس عنده لعيبة كويسة بتلعب بالهيدرز زي الماتشات اللي فاتت شفناهم عندهم دلوقتي هما الكايزر فرقته الثامن على الدوري يعني بالنسبة له هو الثامن على الدوري مش مثلا الاول بتاع الدوري هو الثامن على الدوري لكن هو اول مره يتاهل اصلا واول مره يتاهل وهو يعني هم عندهم طبعا حماس مش عايزين نقلل منهم طبعا والنادي الاهلي معروف كده ومستر موسيماني عام وبيجهزوا اللعيبه بعد ماتش المقصه هيبتدي يقفل الدوري خالص ويدخل بقى على الماتش ده ويبقى فيه معسكر اول ما يرجعوا من السويس على طول هيبقى هيشتغل وهيعمل معسكر طبعا قبل الماتش ده هيسافروا كمان السفريه دي في المغرب ويبتدوا بقى يركزوا جامد جدا ان هم عايزين يروحوا الجماهير المصريه فريق الكايزر يعني شفناهم مش عايز اقلل منهم لان احنا في الكوره اتعودنا كده عمرنا في النادي الاهلي ما بنقلب الفرقه من اللعيبه احنا بنلعب قصاد اي فرقه زي اي ده زي ده بنعمل حسابه ما عشان ربنا يكرمك في الماتش ويتقدر وتحرز اهداف وتسهل عليك الماتش لان اول ما النادي الاهلي لان هم بيقفلوا كويس هيقفلوا كويس اول ما تضغط عليهم عارفين النادي الاهلي طبعا النادي الاهلي اسم كبير وعارفينه بطل افريقيا وعارفين انه فرقه جامده جدا فطبعا المدرب بتاعهم هينزل هيقفل زي ماتش المقاولين نعتبر اكنه ماتش المقاولين مع اختلاف برضو اللعيبه اللي موجوده هنا وهنا طب ليه ما يحصلش العكس يا كابتن فوزي ليه من منطلق ان هم اول مره يتاهلوا للبطوله عموما ناهيك عن ان هم وصلوا للنهائي ونفسهم برضو يتحط في سجلاتهم ان هم حصلوا على اللقب ده ولو لمره واحده في تاريخهم فيبقوا اللعيبه نازلين بياكلوا النجيل بالمعنى الحرفي ده اللي هيحصل بس انا قصدي هم الماتشات اللي فاتوا لعبوا على الطريقه دي فاعتقد ان المدرب بتاعهم برضو هيبقى ماتش النادي الاهلي عارف قيمه النادي الاهلي وقوه النادي الاهلي فهيحاول يقفل كويس جدا على اساس ان هم ما يجيش فيه هدف في الاول خالص ده اللي هيبقى السيناريو الله اعلم هو هيعمل ايه هو برضو لسه احنا مش عارفين تخيله ايه لكن احنا لما بنيجي يعني مثلا موسيماني لما بيجي يشوف الفرقه اللي قصاده دي لعبت الماتشات اللي فاتت ازاي طريقه لعبها القوه والضعف الحته اللي بنلعب على الجناب بنلعب في نص الملعب بيبدا بمين مين هيحط في الباك شمال باك الليفت الحاجات دي بيقعد يتفرج على الماتشات دي وبيشوف اللعيب اللي عنده الجاهزيه بتاعته يا ربنا يبعد عنه من الاصابات يا رب ان شاء الله لان بقول لك كل 48 ساعه لما لعيب بيلعب معرض لزي محمد طاهر اهو لقيناه محمد طاهر وبواليا الاثنين النهارده بره التشكيل خالص لان بيحصل له شد ممكن بعد الماتش تلاقي حصل له شد في التمرين بس ده السيناريو ده ما يحصلش ممكن يعني. في التمرين يحصل له شد برضه يعني لا قدر الله ممكن اصابه صغيره تحصل حاجات تمنعه عن المشاركه فهو على اساس ان هو النهارده هيحاول يخلص يعني ان شاء الله يبقى ماتش مصر المقصه ويلاعب اكبر عدد من اللعيبه اساس يريح اللعيبه بتاعته ويحافظ عليها استعدادا للماتش اللي هو بتاع كايزر فطبعا ماتش كايزر ده يعني هيبقى ان شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي دافع جامد ليهم وانا عارف لعيبه النادي الاهلي لما بيتحطوا تحت مسؤوليه وزي ما قلنا الكابتن محمود الخطيب هو رئيس البعثه معاهم وهم عارفين ان جماهير النادي الاهلي او جماهير مصر عامه مستنيه الماتش ده عايزين يتفرجوا على النادي الاهلي طبعا. وتبقى العشره باذن الله زي ما احنا قلنا فيا رب ان شاء الله يبقى ماتش سهل واللعيبه على قد المسؤوليه ان شاء الله طيب كابتن سكوتي انا لو مدير فني دلوقتي يبقى بالنسبه لي قرايه فريق مش معتاد ان هو يصل لبطولات معينه او نهائيات معينه اسهل لي ولا من فريق معروف اوله من اخره زي ما بيتقال كايزر تشيفز كلنا عارفين ان هو فريق غير متوقع مش افضل لعبه على الارض ولكن هو اللي بيحصد النهائي او البطولات فاني اسهل يعني خلينا نقرا مع حضرتك ده بص الناحيتين مش اسهل مفيش اسهل في الكوره اللي احنا قلنا عليه مفيش حاجه اسهل الفرقه اللي انا بلعبها وعارف ان لو هي قويه وهي مثلا فازت ببطولات او الاول على الدوري بتاعهم بتعملي له حساب جامد برضو الفرقه الثانيه بتعملي حساب وبتدرسيها بس قوتها على اساس انك انت عارفه ان هو الثامن على الدوري فما بيبقاش بالقوه بتاعه اللي هو الاول على الدوري يعني لكن في الماتش ما تضمنيش المفاجات فين زي ما شفنا في بطولات اليورو شفنا معموله ازاي ابطال ولاعيبه ونجوم نجوم كل النجوم الكبيره طلعت اللي فاضل انجلترا وايطاليا وحد كان اصلا متوقع لما تسال اي محلل رياضي كان بيتسال بيقول لك عمره بقى التشكيل النهائي بقى ايطاليا وانجلترا ده الناس بتقول فرنسا ناس بتقول المانيا وانجلترا يعني ما حدش كان جايب ايطاليا يعني قبل الماتشات النهائيه انا توقعت ان انجلترا
وايطاليا، الاثنين عندهم الدافع القوه. حضرتك توقعتها من انجلترا عندها فرادو كويسين جدا، ايطاليا عندها انها وصلت وادلت ان هي بقى لها فتره كبيره بعيد ايطاليا. بالظبط عندهم الدافع وعندهم انهم عايزين الحماس، وزي ما قلت لك فريق ايطاليا بيمتاز القوه الدفاعيه وبيبقوا مقفلين كويس جدا وبيلعبوا، بدليل ان هم هنشوف في الماتش النهارده ان شاء الله هيبقى ماتش قوي جدا. طبعا ده هيبقى ضرب يعني نار ممتع. لا ماتش جامد واحنا بنستمتع بال يعني انا بتفرج امبارح الماتش جامد جدا بين البرازيل والارجنتين وبيلعبوا بقوه وعنف على بعض في اخر بقى ربع ساعه خلاص النيمار والبتاع بيلعبوا بقوه وبيتضربوا والانذارات والحاجات دي كله عايز يفوز بالبطوله اكيد. فهي ماتش تكمله للرد على سؤالك يا نهاوند ان الفرق حتى لو هي صغيره وانت بتلعبي على نهائي بطوله ملهاش مقياس. ايوه بالظبط ملهاش مقياس هي دي الجمله. ليه؟ انا بحترم الخصم، بحترم الاستاذ كريم، بحترمك، بعرف قوتك فين ضعفك فين بلعب عليها. لكن لو انا استهترت او قلت لا دي فرقه مثلا ضعيفه او هي ده هيحصل ايه اللخبطه جامد جدا، ممكن لا قدر الله تحصل كره خطا بتاع تلاقي الماتش اتقلب. فعشان كده الطبع ده في النادي الاهلي وفي لعيبه النادي الاهلي الى اي درجه ده ممكن يكون شيء مطمئن بالنسبه لحضرتك شخصيا لفكره ان الاهلي هل هو قادر على الاحتفاظ بالثلاثيه دوري وكاس وافريقيا ان شاء الله؟ يعني بص لعيبه النادي الاهلي او النادي الاهلي اللي هو البطل متعود على البطولات يختلف عن مع احترامي للفريق كايزر انه مش يعني هو وصل البطوله دي ممكن بطريق الصدفه يعني او الماتش زي ما قلنا كسب في ماتش ووصل زي كاس مصر او كاس اي كاس بيتلعب في اي ممكن تلاقي فرقه درجه تانية هي اللي بتلعب في النهائي. صحيح صحيح واخد بالك. فهي الميزه النادي الاهلي ان لعيبه النادي الاهلي بتبقى عامله حسابها في الماتشات دي كويس قوي ان بتلعب الماتش ده ملوش دعوه بالفرقه اللي قصاده، انا بادي الاداء بتاعي القوه بتاعتي عندي الهدف مهما كانت الفرقه اللي مهما كانت الفرقه. ما انا عشان كده بقول لك ده الميزه اللي في النادي الاهلي طبعا او في الفرق الكبيره عامه زي انجلترا النهارده. النهارده بتلعب ايطاليا، طب لو كانت بتلعب فرقه اي فرقه ثانيه التشيك مثلا الدنمارك بتاع هيبقى نفس التركيز بتاعهم ان هو جاي الهدف بتاعه ماليش دعوه بالفرقه اللي قصاده. ايوه انا جاي عايز اركز على اطلع بالكاس، عايز اخد البطوله، ارجع فرحان افرح الناس افرح الجماهير. ده اللي بيتحط للعيبه السيستم بتاعه خاصه لعيبه النادي الاهلي. ولعيب شفنا لعيبه النادي الاهلي كتير، شفنا في منتخب مصر الكلام ده كتير ان ساعه البطوله لا اللعيب بيتغير. يعني ماتش مصر المقاصه هيبقى اهتمام جامد جدا، الماتش اللي بعديه هيبقى اهتمام جامد جدا، اللعيبه تطلع من ماتش المقاصه ان شاء الله وكسبانين، لان ماتش المقاصه برضو فريق المقاصه انت بتلعب لعيبه، انت بتلعب فرقه، الفرقه دي اتعادلت الماتش اللي فات عايزه النهارده هتلعب قصاد النادي الاهلي، بيجي قصاد النادي الاهلي كله طبعا بيبتدي بقى ايه طبعا. يطلع اللي عنده حتى لو اللعيب تعبان ولا حاجه ويبقى نفسه يلعب طبعا. قصاد النادي الاهلي عشان يقول لهم انا موجود طبعا. النادي الاهلي الناس كلها بتتفرج عليه، فهو بيبقى اللعيب ماتش الاهلي بالنسبه له هو الثاني بيبذل مجهود جامد جدا، ولعيبه النادي الاهلي برضه بتبذل مجهود جامد جدا بس عايزه تكسب، الثاني لو اتعادل بيبقى مبسوط جدا. يعني كلام محترم كابتن سكوتي، والحلقه خلصت تمام وان شاء الله زي ما احنا متوقعين الاهلي دايما يشرفنا وعلى طول بيشرفنا وبيسعدنا فيه. اتمنى ان شاء الله يعني تملي كده وان شاء الله على وشكم انتوا ان شاء الله النهارده الاهلي يفوز، ويوم ان شاء الله يوم 17 ان شاء الله برضو نبارك برضو للنادي الاهلي عشان ندخل العيد بقى مبسوطين، عايزين نعيد عشان نعيد بقى يا كابتن عشان ناكل لحمة. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب يا استاذ كريم، اظبطي نفسك بقى على اساس بكره ان شاء الله نستهل بايه؟ صباح النصر ان شاء الله. صح كده، نشوفكم بكره ان شاء الله.